قطت إيديا ولم تقم. ماتت إيديا لأنها طفلة من الجنوب الشرقي. جابت إيديا كل المستشفيات، لا أمل في مستشفى غير العمالة ولا أمل في مستشفى الراشيدي الجهة. فرض على إيديا والأسر الانتقال إلى فاس جانب من المغرب المحظوظ. ماتت إيديا لأن سكانير الراشيدي لم يستطع كشف النزيف الداخلي. ماتت إيديا لأن قارئ سكانير طمأن الأسرة ولم يرى إلا كسرا صغيرا بالجمجمة. ماتت إيديا وهي تقول لأطفال تنغير: أنا السابقة وأنتم اللاحقون. ماتت إيديا وهي تقول بصوت مرتفع رغم سنها الذي لا يتجاوز السنتين: يا أطفال تنغير، لا حق لكم في اللعب لأنكم ستسقطون، وإن سقطتم ستموتون. يا أطفال تنغير، لا تلعبوا لأن أسركم ستضطر للسفر إلى فاس ومكناس والرباط لإسعافكم إن كان لكم الحظ في سيارة إسعاف. نقلت إيديا إلى فاس ورغم المجهودات الجبارة لم يستطع الفريق الطبي إسعافها لأنها لم تصل في الوقت المناسب. يا أطفال تنغير، إن أردتم السقوط فاسقطوا قرب فاس أو الرباط لتصلوا إلى المستشفى في الوقت المناسب. سقطت إيديا وسقطت معها الأسرة لأن الأب والأم والجدة سيضطرون للسفر معها إلى فاس. فقدنا إيديا ومعها آمال أطفالنا، لا أمل اليوم. ماتت الطفل الرشيق البشوشة. نؤمن بحكم الله وقدره والأعمار بيد الله، لكن للمعاناة وللألم ثمن.